الشركة الثانية هاي لو 11 جانفي ألغونتيل 0 بروفين 0 إفيدريل 0 فيتامين سي 0 دوليبران 1 غرام 0 فيبريكس 0 روميكس 0 رينوفيبرال 0 روماغريب 0 أزيتريكس ديال الكوفي ديال الانتيبيوتيك ديال البروتوكول العلاجي 0 رينوميسين 0 زيناسكين زنك ديال البروتوكول العلاجي 0 هذه 10 أيام وحنا ندق ناقوس الخطر لأنه هناك فقدان ماشي نقص الأدوية فقدان الأدوية ديال الكوفيد 19 وفقدان الأدوية ديال الموسم ديال الشتاء اللي هما الأدوية ديال الزكام. البارح فوجئنا ببلاغ ديال وزارة الصحة تنفي بأن هناك نقص في الأدوية لا ديال الكوفيد 19 أو لا أدوية أخرى. احنا ما فهمناش واش هذا البلاغ هذا كيتكلم على المملكة المغربية أو لا على شي دولة واحدة أخرى، لأنه الواقع شيء آخر مغاير بتاتا على المضمون ديال داك البلاغ ديال وزير الصحة. اليوم المواطنين كيتوافدوا على الصيدليات بالوصفات الطبية ديالهم ديال العلاج ديال الكوفيد 19 ما يمكنناش نعطيهم لان ما عندناش، فاقد الشيء لا يعطيه، ما عندناش الادويه لا لازيتروميسين لا الزنك ولا الفيتامين سي ولا الباراسيتامول، في منين غنجيبوا لهم هذه الادويه؟ ما عرفناش منين. نقوم بطلبياتنا نحن كصيادله من ديال المغرب كامل من عند الموزعين براسهم ما عندهمش، ما يمكن لهمش يخبعوا علينا حنايا الدواء. هذه فرضيه تحيد، لان هما الموزعين حتى هما ما كاينين الا لتوزيع الادويه على الصيدليات والصيدليات فقط. اذا كاين هناك خلل، الخلل كاين في المديريه الادويه والصيدله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.